بعدما ادعت فتاة مجهولة الهوية رواية تعرضها للاغتصاب من طرف اللاعب المغربي والدولي أشرف حكيمي في منزله، رد اللاعب المغربي على أن كل تلك الادعاءات خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة. كما نشرت بعض الصحافة اليوم على أن الادعاء الفرنسي قام بتوجيه تهمة الاغتصاب للمغربي أشرف حكيمي بعد جلسة بين اللاعب والمحققين في انتظار ما ستؤول إليه القضية. أما بالنسبة لمحامية أشرف حكيمي فقد أشارت على أن موكلها معرض لمحاولة ابتزاز، وذلك بعد رفض الفتاة التي تزعم تعرضها للاغتصاب الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي يؤكد أو يكذب ادعاءاتها. وللمزيد من الأخبار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ولايك للتشجيع وتعليق لمعرفة آرائكم.